الأمير بندر بن سلطان يحكي عن كواليس الحرب والسياسة. مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية التهبت أجواء الخليج، واحتاجت المملكة صواريخ بعيدة المدى وطائرات متطورة كأسلحة ردع في وجه التهديد الذي كانت تمثله إيران. بداية من عام 1985 خاض الأمير بندر رحلة شاقة للحصول على الصواريخ من الصين، ونفذ عملية تمويه واسعة كي لا يكتشف أمر الصواريخ حتى وصولها إلى المخابئ في السعودية. وبالفعل حصلت المملكة على الصواريخ من الصين دون أن تخرب علاقاتها بباقي الدول الكبرى التي كانت تعارض دخول السلاح الصيني إلى المنطقة. وبعد أكثر من 3 عقود خرجت ترسانة صواريخ السعودية العابرة للقارات إلى العلن، وهي صواريخ رياح الشرق بعيدة المدى المهيئة لحمل رؤوس نووية والقادرة على تدمير مدن بمساحات كبيرة. ولا تملك هذه الصواريخ إلا دول قليلة من بينها السعودية. ينتن ويشكر منسوب قوة الصواريخ الاستراتيجية قيادتنا الرشيدة لمشاركتهم بجزء من قوتهم في هذا العرض المجيد. بعد فترة من الوقت اقتضتها الحنكة السياسية العالية، فنشأت في صمت وتدربت في خفية